قال انقطاع ما يوجبه، ما يوجبه يعني لو اغتسلت الحائض قبل أن تطهر ما تطهر، ما يصلح هذا الغسل، هذا غسل تنظف، هذا غسل تنظف وليس هو الغسل الشرعي المطلوب، لأنه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض. وكذا النفساء لو اغتسلت قبل أن تطهر ما يصلح هذا الأمر، لو اغتسل الرجل قبل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال، لابد أن ينقطع ما يوجب هذا الغسل، لابد أن ينقطع ما يوجب هذا الغسل حتى يصح الاغتسال.